السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. طبعا في الفترة السابقة كلنا سمعنا عن قانون التصالح الخاص بالبناء. طبعا الناس أو المعظم من الناس قدموا على التصالح ده وأخدوا نموذج ثلاثة. طب يا ترى إيه اللي هيتم بعد كده بعد الحصول على النموذج ثلاثة؟ عشان كده معانا مشرفنا ومنورنا المهندس إبراهيم رمضان كمال، مدير مكتب إعمار للاستشارات الهندسية. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمر. طيب باشمهندس، أنا رحت قدمت على تصالح مظبوط وأخدت نموذج ثلاثة، يا تمام. ترى أنا كده بقت في السليم ولا لسه في إجراءات تانية هتتم فيها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا طبعا، نموذج ثلاثة ده مجرد بداية. نموذج ثلاثة ده ليه أصلا أنت بتاخده؟ بتاخده لوقف الإجراءات القانونية. يعني معنى إنك خدت قانون نموذج ثلاثة معناه إنك إيه، لو عليك أي أحكام قضائية تمام، ده بيوقف الاحكام يعني القضائيه. تقصد حضرتك لو في قرار إزالة كان المفروض إن هو يتم الإزالة فهو بيتوقف لحد أما يتم إن اللجنة تنزل ويبدأوا يشوفوا، مظبوط، صح؟ لكن مش معناه انك كده خلاص خدت براءه او كده خلاص انك مش هتعمل حاجه تاني وانت خلاص كده شكرا، لا طبعا. طيب عشان كده كان في تسهيلات للإجراءات إن ممكن بصورة البطاقة تبدأ إن أنت تحصل على النموذج ده، صح كده؟ بالظبط بالظبط، لذلك انك بعد ما بتاخد نموذج ثلاثة خلاص وتبدأ بقى تستكمل في بقية الأوراق زي ما كان سيادة الرئيس كان قدم تسهيلات بأنك تقدم بصورة البطاقة فقط تمام. نيجي بعد كده ليه لاستكمال الأوراق. طبعا انت بعد كده ممكن يوصل لك نموذج ستة. طيب نموذج ستة ده يجي بعد كده، اه يعني أنا كل اللي حصل على نموذج ثلاثة تمام. ممكن يجي له نموذج ستة، ولا أكيد لازم يجي له نموذج ستة ده؟ لا ممكن، عشان هو ممكن يكون اصلا مستوفي كل طيب معناه إيه الاوراق. نموذج ستة؟ نموذج ستة ده بتاخده يعني في إحنا معلش إحنا علقنا إن اتفضل. نموذج ثلاثة هو الخاص بإيه؟ بوقف الإجراءات، صح مظبوط كده؟ مظبوط، نموذج ستة بقى نموذج ستة ده معناه ان بيقول لك استوفي بقية الاجراءات المطلوبة منك. اذا كان مثلا ناقصك رسم معماري، اذا كان ناقصك تقرير استشاري، نوتة حسابية، الكلام ده. تمام، عشان كده ان احنا كان في تسهيل ان انت تقدم وبعد كده لازم الحاجات دي كلها تتقدم. طبعا لازم تكمل بقية البيانات دي. تمام، مظبوط نموذج ستة دوت اللي هو يعني برضه عشان نوضح للساده المشاهدين مظبوط معناه ان حضرتك في حاجه معينه ناقصه في تقريبا في الاوراق او حاجه اه زي كده. مظبوط مظبوط، تمام ناقصه في ال عندك نقص في الملف بتاعك، ما استكملتش الرسومات المعماريه، ما استكملتش الرسومات الانشائيه، فبالتالي بتكمل ايه، بتكمل اجراءاتك. تمام طيب في حاله مثلا انك ما كملتش تمام وعديت نموذج ستة، بيتبعت لك نموذج سبعة. نموذج سبعة، مظبوط يعني في حالة إن جالك طلب إن أنت تقدم على طلب اللي هو نموذج ستة وأنت طنشت. تمام تمام. طيب نموذج سبعة ده اختار بإيه؟ اختار برفض الطلب التصالح بتاعك. ليه؟ لعدم استكمال الأوراق. بيترفض الطلب، اه مظبوط. هل بيتم فيه طعن بقى ولا خلاص كده اترفض؟ لا ممكن تقدم تظلم تمام، في لجنة التظلمات، ممكن تقدم فيها، مفيش مشكلة خالص. يبقى احنا كده اتكلمنا عن نموذج ثلاثة مظبوط وقف الإجراءات، اه نموذج ستة اللي هو اللي ناقص عنده أوراق معينة يقدمها، ايوه نموذج اللي هو حضرتك بتقول عليه سبعة اللي هو اه بقى للإيه؟ للي هو المفروض يتبعت له نموذج ستة اه وهو ما قدمش بقية الإجراء. يبقى نموذج سبعة ده معناه ايه؟ معناه ان التصالح بتاعك اترفض، لكن ما اترفضش بسبب انك مثلا ايه إن أنت ما متعدي. ينفعلكش تصالح بمعنى لا ده اترفض بسبب انك ما استكملتش ايه؟ ما استكملتش اوراقك. طيب امتى اعرف ان انا بقى اترفضت خالص وان خلاص كده ماليش تصالح؟ لما يجي لك نموذج 10. نموذج 10 ده بيوضح ايه بقى؟ نموذج 10 ده القرار النهائي بالقبول او الرفض. ده القرار النهائي بالايه؟ بالقبول او الرفض. اللي هو ينفع لك تصالح او ما ينفعش. اه يا اما انت فعلا خلاص اوكي على التصالح بتاعك، يا اما لا مش هينفع تصالح. تمام. تمام. طيب يجي بعد كده نموذج 12. طيب نموذج 12 ده ليه؟ احنا مش كنا في البداية كنت خدت نموذج 3 لوقف الاجراءات القضائية؟ طيب في حالة ده انك اللي احنا جبناه في البداية خالص اللي هو في بداية التصالح. اللي هو في تمام بداية التصالح، تمام في حالة انك ما اترفض التصالح بتاعك، بيترسل نموذج 12 للهيئات القضائية لاستكمال الاجراءات القانونية. يعني اللي هو كان المفروض هيطلع له قرار إزالة او اللي هو كان معمول له قضية، مظبوط تمام كده خلاص بقى احنا بنختار الهيئات القضائية ابدأوا بقى اشتغلوا ان احنا عملنا كل المحاولات معاه نموذج وهو ثلاثة كان موقف الوقف. الإجراءات تمام تمام. لا طب انا بقى ايه، نرسلها نموذج 12 لاستكمال الايه، لاستكمال الإجراءات القانونية. طيب لو عايزين بقى نوجه للساده المواطنين ان هم يستعجلوا في الاجراء ده نقول لهم ايه؟
لا طبعا قانون التصالح في صالح المواطن. ليه؟ لان انت اولا بتقنن وضعك ليك انك توصل كهرباء وغاز ومرافق بشكل رسمي، ليك انك تقدم على قرض بضمان العقار، فلا بتتصالح وبتبقى عايش بشكل قانوني وبشكل رسمي. طيب اللي قدم بقى المفروض ان هو وحصل على نموذج ثلاثة، مش مظبوط المفروض ان كان في لجنة هتنزل وهتباشر بقى وهتبدأ تقول اه ده فعلا ده مظبوط. دي فعلا اللجنة ليه لحد دلوقتي دي ما فعلا نزلتش؟ مشكلة بيعانوا منها في كتير من القرى بسبب ان اللجنة اتأخرت في النزول. ده طبعا بسبب ان التصالح في الاراضي الزراعية او في الخارج الحيز العمراني لن يتم الا لما تكون الارض بتاعتك داخل حيز. طيب انا الخريطة اللي عندي حاليا بره الحيز هيترسل للمجالس المحلية واللجان الزراعية الخريطة بالحيز العمراني الجديد، ودي ده حاليا لسه ما وصلتش للمجالس، او يعني خلاص يعني او شكت يعني على نهاية الاسبوع يعني كده ان حضرتك شاء الله. بتقصد ان في حيز عمراني ده جديد هينزل مظبوط. بخريطه وتصوير جوي، فعشان كده متاخر موضوع اللجنه، مظبوط وده طبعا في صالح المواطن عشان لو بالظبط. جاي يحاسبك على تقريبا، يعني ده اللي انا فاهمه صح ولا بالظبط غلط؟ بالظبط اللي هو بالظبط. بدل القطعه مثلا لو هنا مثلا داخل الحيز العمراني وهنا لا، لا ممكن في الخريطه الجديده تضم ان هي قطعه اكبر. لذلك اللجنة ما تقدرش تبت في الأمر بتاعك إلا لما يجي لها الخريطة الجديدة. تمام. طيب انا بقى لو انا باني مظبوط وعندي جراج مظبوط. وعندي روف اعمل ايه؟ والله دي برضو كانت نقطة بيعانوا منها سكان في التجمع، إنهم هناك معظم الفلل هناك مثلا أنت واخد تصريح على إيه؟ على أرضي ودورين. طيب انت ليك مساحة من الروف من السطح 25%، 25% من مساحة السطح تبنيها. طيب انا جيت كملت السطح ده الروف 25% 25% ده قانوني ما فيش مخالفة. طيب وما يطلبش منه يعمل تصالح، لا 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 ما يطلبش منه يعني يعمل ده تصالح. قانوني. ده 25% قانوني. طيب انت جيت كملت وبنيت السطح كله مثلا، عملته شقة، لا في الحالة دي بتتحاسب على المساحة اللي انت بنيتها تمام، وتعمل عليها مصالحة عادي. طيب في برضه هنا حاجة، في نقطة اللي هو لو انت مثلا 25% دي لو غيرت استخدامها ساعتها هتتحاسب على السطح كله، مش هتتحاسب على 75% على المنطقة الباقية بس بقية السطح. بدل ما كنت هتتحاسب على بقية السطح بس ناقص ال 25% عشان انت مخليها زي ما هي، المفروض انها مثلا بير سلم اسانسير كذا، لا انت غيرت استخدامها مثلا خليتها اوضه، لا في الحاله دي هتتحاسب على ايه؟ مساحه السطح كله. طيب يعني حضرتك تقصد لو انا المفروض انا قانوني ليا 25% مظبوط صح كده مظبوط من المساحه بتاعه السطح، مظبوط. في حاله لو انا خلفت وبنيت الدور كامل فانا المفروض كده هقدم على تصالح، مظبوط. بس كده مش هيتخصم منه ال 25% اللي هم لا هتتحاسب على الايه؟ على هتتحاسب في حاله لو غيرت استخدامها. ما هو يعني كده اكيد هيبقى مغير استخدامه. ما هو جايز يكون اسانسير، جايز يكون بير سلم، ما انت مغير حضرتك بتقول ان انا كده كده ال 25% كده كده المفروض ده قانوني صح كده؟ دي قانون مش هتحاسب عليها تمام. الا في حالات لو غير استخدامها. لو غير استخدامها، ما عشان يغير استخدامها هيبدأ انه هيبني الباقي، بالظبط. ولا هيغير استخدامها هيعمل ايه؟ عايز ممكن يخليها لو يغير استخدامها انه يقلبها شيء، يقلبها اوضه، هي يعني المفروض ما تبقاش اوضه، المفروض دي بير سلم او اسانسير. تمام وضحت كده يا فندم، يعني ده اسانسير او بير سلم، هو ده مظبوط. التصريح القانوني، لان انا كنت فاهم ان هو لا 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 25% ده غرفة اتبنت. خدمات مش غرفة سكن. ما هو ده اللي احنا عايزين نوضحه برضه. بالظبط. طيب انت حضرتك كنت بتقول لي في قرار طالع من محافظة القاهرة. ايوه بالظبط. اعلنت من يوم 1/10 محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لطلب الاستنزال عن الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي. يعني مثلا يعني ايه يا فندم؟ أنت عندك قطعة أرض زراعية عايز تدخلها حيز، بتروح تقدم في المركز التكنولوجي بتاع الحي او المجلس اللي انت تابع ليه، تمام. تقول له والله انا عايز ادخل الارض دي في الايه كردون مباني. تمام. طيب الاعلان ده كان نازل من يوم 1/10/2020 20 تمام. مظبوط، وهينتهي في يوم 1/12/2020، فدي فرصة كويسة برضو للي عاوز يدخل ارضه مباني. بس لازم يكون بشروط يا فندم، تمام. لا ما طبعا لها يعني مش شروط. اي حد كده هيبقى عنده اراضي زراعيه يروح يقدم طلب ويقول لك انا خلاص انا هدخلها الكردون لا مش بمزاجه. طبعا لها شروط، منها مثلا انها فقدت مقاومات الزراعه او انها اصبحت من مخللات المباني. يعني يعني ايه مثلا مخللات يا فندم؟
مخللات مباني. يعني ايه؟ يعني مثلا انا جاري باني وجاري من الجنب ده باني ومفيش غير ان انا مش داخل حايز. دي في الحاله دي بتتسمى مخللات ايه؟ مخللات مباني. يعني في حالة إن مبنية من كل الاتجاه، من كل الاتجاهات، وهي الوحيدة اللي فاضية. مش شرط في كل الاتجاهات، من جنب او اتنين او كده، يعني قريبه من الايه؟ من المباني. طب ما هو ممكن اللي باني ده جنبي مني يكون مخالف. لا انا بتكلم انه يكون جنب الحائز. تمام تمام. تمام يا فندم. بس فبالتالي الأرض بقى اللي حضرتك بتقول القرار بقى نفسه، الأرض بقى اللي إحنا هناخدها ديت وهيروح يقدم الطلب ده، تمام. أنا كمواطن إيه اللي أنا هستفاده؟ لا طبعا استفاد اولا ان انت بعد كده هتمشي بشكل قانوني، انك هتقلل من العشوائيات، بعد كده هتبقى ليك تصريح انك تدخل مرافق بشكل رسمي، بعد كده تشتغل وتبني بعد كده بقى زي ما انت عاوز، مفيش طيب لا مشكلة. قدر الله، لا قدر الله في ناس كتير مثلا ما قدمتش الموضوع التصالح دوت، والفترة يعني المفروض اللي هي معمولة للتصالح دي خلصت، مظبوط. هل في إجراء ممكن يتعمل ولا مفيش ملوش لا حل؟ في لو انت مثلا خلاص اتبت في الامر بالرفض، ليك انك تقدم تظلم. تمام. تقدم تظلم عادي برضه في المجلس، مفيش مشكلة، وبرضه يبتولك في الامر، بيردوا عليك في حوالي 3 شهور، وفي حالة عدم الرد يبقى معنى كده ان هما الطلب بتاعك اتقبل. طيب هنتكلم بقى شوية بقى عن المكتب الهندسي اللي حضرتك فيه. انت حضرتك بتقدم ايه في المكتب الهندسي والله احنا طبعا غير موضوع التصالح وكده؟ والله احنا عندنا في مكتب اعمار الاشارات الهندسية، والله في تصميمات انشائية وتصميمات معمارية وديكورات وتشطيبات، جميع ال حضرتك بتشتغل في محافظة معينة ولا شغال داخل جميع لا لا المحافظات؟ لا موجود في كل الجمهورية، تمام. انت مفيش دور مشكلة. حضرتك ايه في المكتب؟ انا عرفت ان حضرتك ماسك المدير المكتب انا دوري في التصميم. في التصميم. طيب ناس كتيرة بتيجي تقدم على تصالح عندكم ولا عادي لا بقى؟ طبعا كتير طيب انت شايف ان الموضوع دوت مهم جدا للمواطن ان هو يسرع فيه؟ طبعا طبعا، مهم جدا. ليه؟ لان هو اصلا في صالح المواطن، هو اصلا في صالح المواطن وفي صالح الدوله برضو، يعني في صالح الدوله انك بعد كده تعرف تحط ميزانيه لمثلا المرافق، انشاء المدارس، انشاء مستشفيات، عندك عدد محدد وعدد سكان محدد انت عارفه. مش هتيجي مثلا بعد 5 6 سنين تلاقي مش عارف كام واحد باني، وانت اساسا يعني تعامل مرافق لعدد معين. طب انت بعد كده بقى يبقى العشوائيات، ده بيحد من ظهور العشوائيات علشان ما يبقاش فيه عندي بعد كده مشكلة في المية، مشكلة في الكهرباء. لا طيب كان في مبادرة برضو كانت خارجة من أحد الأحزاب السياسية بيقول إن هو هيبقى متكفل بـ1000 تقريبا، 1000 مخالف إن هو هيدفع طبعا من غير القادرين على الدفع. إحنا لو عايزين مثلا نحذو نفسه الحذو مثلا نقول لمين إن المفروض يقوم بكده؟ هل مثلا نخاطب مثلا الهيئات الاجتماعية؟ إن إحنا والله في ناس ظروفها برضو ما تسمحش إن هي تدفع، يعني الناس برضو خارجة من كورونا، مظبوط. والناس في نفس الوقت يعني بيقول لك، وطبعا المدارس طبعا أول يوم المدارس النهاردة وفي ضغوط، فالناس يعني الاعباء نفسها خلاص يعني جايب اخرها، فهو مش حمل ان هو يروح، على الرغم ان احنا في بعض المناطق بقت بـ50 جنيه، مظبوط. ولكن هم في ناس يعني لو هو باني على 100 متر ال 5000 عشان يقدم جديه التصالح اللي هم المفروض 25% اللي هي 1250 دي مش متواجده معاه. يعني دايما كده ان احنا يعني ايه ما نقارنش بنفسك او بنفسي، لا ممكن في ناس فعلا مش على غير مقدره ان هي تدفع ال 1250. والله احنا في الحالة دي فاحنا برضو بنناشد من هنا يا جماعة ان احنا برضو اي حد يقدر يساعد يساعد، لان في فعلا ناس يعني غير قادرة فعلا. بالظبط، وانا برضو يعني من مكاني ده بقول لك ان برضو اي حد غير مقتدر ان شاء الله برضو نقوم له بالتصالح ومن غير اي مقابل، يعني من غير اي مقابل يا ان فندم شاء الله. حتى المصاريف؟ انا سمعت في تقريبا سلامة انشائية وختم هندسي وحاجات كده ما لا كلاكيع كده كبيرة هندسية، مصطلحات هندسية طبعا انتوا ادرى بيها مني. لا ان شاء الله نقوم له بالتصالح بامر الله ومن غير اي مقابل، طبعا الحالات اللي غير مقتدرين يعني. تمام. طيب معانا اتصال تليفوني، استاذ رمضان، استاذ رمضان ربيع، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لشخصك الكريم ولبرنامجك المحترم وكل الساده المشاهدين. يعني بحضرتك معالي المستشار، ايه راي حضرتك يا فندم في موضوع التصالح على البناء؟ هو طبعا بدايه انا مش مستشار، انا اخر خار انني محام حر. وبالنسبه لموضوع التصالح، انا من وجهه نظري القانونيه انه موضوع جاء في وقت لتقنين بعض الامور، وخاصه ان هناك عدد كثير من المواطنين محالين النيابه العامه ومنها للمحكمه في دعاوى قضائيه خاصه بالمباني المخالفه، فجاءت لهم الفرصه لتقنين هذه الاوضاع عند تقدمهم بملف التصالح ثم سداد جديد التصالح واخذ من نموذج 3 لايقاف او ارجاء التنفيذ لمده 6 شهور لحين انتهاء الاجراءات
في البطاله، فهو امر جميل وجاء في وقته، الا انه كانت هناك مزايدات في بعض الاسعار الخاصه بالبطاله، ولكن تدخل الساده المحافظين في بعض المحافظات وخاصه انا ابن محافظه الفيوم، فتقدم بعض النواب بطلبات وتم تخفيض الاسعار الخاصه بهذه الاماكن، حتى اصبحت ان القرى عندنا والارياف وصل بها المتر حوالي 50 جنيه، فهو امر جميل، وانا يمكن اناشد كل المواطنين قبل انتهاء 30/10 بالتقدم بالمرفق التصالح. استاذ رمضان، غير القادرين يا فندم، من وجهه نظر حضرتك يا فندم، ايه اللي احنا ممكن نقوم بيه؟ اولا غير القادرين يمكن كان في اليات تم اتخاذها في بعض المحافظات، وانا برضو ما زلت بتكلم عن محافظه الفيوم وانا احد من ابناء محافظه الفيوم، ففي بعض رجال الاعمال بعض الجمعيات الاهليه استطاعوا ان يعني يساعدوا هؤلاء الاشخاص الغير قادرين على سداد جديات التصالح. السيد محافظ الفيوم مشكورا ارسل لبعض مجالس المدن، ويمكن النهارده انا كنت مع رئيس مجلس مدينه الشواي الاستاذ مراد عبد القادر مسعود، ولقيت ان هو فعلا كان جهز كشف اسماء وارسلها للسيد المحافظ حتى يتم اعفاء هؤلاء الاشخاص، ففعلا في مساعدات من الدوله، في مساعدات من بعض الجمعيات الاهليه، من بعض رجال الاعمال. استاذ رمضان، شكرا 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 لحضرتك يا فندم. ارجع لحضرتك تاني يا باشمهندس. اتفضل. تمام، يبقى انت حضرتك كده في المكتب، في تشطيبات مظبوط، في ديكور مظبوط، في تصميمات هندسيه مظبوط. تمام، ايه اللي بيميز بقى المكتب عند حضرتك؟ يعني ايه اللي يخليني انا اجي عند حضرتك وما اروحش عند مكتب تاني؟ والله اللي بيميز حاجتين، اول حاجه وهي الانجاز، ودي مهمه جدا، يعني مثلا انت اتفقت معايا على وقت معين، بامر الله قبل الوقت اللي اتفقنا عليه بيكون، لان انا لو هقدم عند حضرتك عشان خاطر احصل على نموذج ثلاثه بالنسبه للاتصالات، بالنسبه للاتصالات لا، بخلال يوم او اثنين بالكثير قوي. في خلال بقى التشطيبات ممكن وقت قد ايه؟ على حسب بقى الحاجه اللي بتتعمل، على حسب الفريق، على حسب الاتفاق. مظبوط، تمام. لكن عندنا طبعا الشغل مميز جدا، يعني انت عندنا جوده كويسه وفريق عمل كويس جدا، حاجه كويسه ان شاء الله. لو هنقدم شكر لحد من فريق العمل حابب تقدمه لمين؟ والله حابب اقدمه لبشمهندسه سميه صاحبه المكتب، و يعني ليها افضال عليا كتير والله. اتدربت معاها؟ طبعا. استفدت من الشغل معاها في المكتب؟ طبعا كتير، طبعا كتير. طيب ان شاء الله باذن الله في الفتره المقبله ناوي على ايه؟ يعني ايه الهدف اللي انت حاطه ان شاء الله قدامك في الفتره المقبله اللي انت ان شاء الله تسعى ليه؟ والله ان شاء الله في الفتره المقبله ان شاء الله يعني بتمنى يكون عندنا فروع للمكتب في جميع انحاء الجمهوريه بامر الله. بس انت حضرتك كده كده متغطي الموضوع، ان انت ممكن تاخد شغل في كل المحافظات ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. تمام، لو حد اتصل عليكم من خلال البرنامج وقال لكم ان انا غير قادر على الرسومات الهندسيه، حضرتك قلت ان انت متحمل، ان انتم متحملين ان انتم ممكن تعملوا ده ببلاش بامر الله. ممكن يكون عدد معين؟ عدد معين ليه؟ عدد معين من الناس ولا في احراج؟ لا لا، مفيش مشكله مفيش مشكله، يعني مثلا اول 10 متصلين مفيش مشكله. طيب معنا اتصال تاني، استاذ مجدي من البحيره. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مجدي. استاذ مجدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ عمر؟ ازي حضرتك يا استاذ مجدي؟ ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك ولبيك الكريم وللمشاهد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ مجدي. طبعا البرنامج اللي انت حضراتكم بتتكلموا فيه برنامج مهم جدا، وهو حديث الساعه بالنسبه للمواطن. الاصل في قانون التصالح معمول للي بيتجاوز، اللي هو يعني بيبني على اراضي زراعيه او مخالف بدون ترخيص. تمام. سؤالي للبشمهندس ابراهيم لو سمحت لي، يعني اتفضل يا استاذ مجدي. بالنسبه للناس اللي عامله رخص للعقار للبنود بتاعتها، الناس اللي هي مطلعه ترخيص، تمام مظبوط، وخدت مخالفات، مخالفات ترخيص مظبوط، المفروض منها يتعمل قانون تصالح، يعني قدموا تصالح. طيب لو قدموا التصالح حضرتك هم كده في امان، ولا بعد كده يبقى في قضيه؟ حضرتك عامل، طيب ان شاء الله هيجاوب حضرتك طبعا الباشمهندس استاذ مجدي. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. سمعت السؤال؟ سمعت السؤال. تمام، هو باني ومعاه رخصه، هو باني ومعاه رخصه، وقالوا له لازم تقدم على تصالح في الحاله دي. هو اكيد لا، هو بيقول لك مخالف لحاجه هندسيه تقريبا، للشروط الهندسيه او حاجه زي كده. ما هو جايز يكون مخالف للرسومات المعماريه، الرسومات المعماريه اللي في الرخصه غير مطابقه للطبيعه، فبالتالي لازم نتصالح. هو بيتكلم ان هو ممكن يكون مثلا عنده بلكونه المفروض في التصميم الهندسي مثلا ان هي معموله 60 سم، هو طالع متر،
مثلا يعني عنده مخالفه في حوالي ال 40 سم، ده المفروض اللي هو يعمل ايه؟ لا يتصالح عليها عادي مفيش مشكله، بيقدم يقدم التصالح عادي يقدم وبياخد على نموذج ثلاثه، ونظام ويمشي. محاسبته ازاي؟ فانه بيتحاسب ازاي؟ لا بالنسبه للبلكونات والكلام ده 5%، 5%. 5% من سعر المتر. بس هو اللي نعرفه ان هو المفروض عشان ياخد نموذج ثلاثة بيدفع 25%، ففي الحالة دي بيعمل لا ايه؟ نموذج ثلاثة ده انت بتدفعه 25% من اجمالي التكلفة، تمام. انت بتحسب لك اجمالي التكلفة 25% تضربها ب 5% اللي هي تمن الغرامة اللي اصل دي اسمها مخالفة رسومات معمارية، مش تعدي على خطوط تنظيم. طيب هو بيسأل هل هيبقى في قضية بعد كده او في حاجة لا بيت؟ لا ما فيش، ما لهوش اي لا حاجة، لا لا ما فيش اي الكلام ده. بس ممكن ان هو لا قدر الله لو المكان ده بارز او طالع في الشارع ممكن ان هو يتم ازالته او حاجه، ولا لا دي على حسب اللجنه اللي هتنزل؟ على حسب اللجنه، لكن هو يتصالح عادي مفيش مشكله. طيب حابب توجه ايه كلمه اخيره ان شاء الله قبل نهايه اللقاء؟ والله انا حابب اوجه رساله للناس اللي لسه ما قدمتش على التصالح انها تقدم عليه، علشان ده حاجه في صالحها. وسياده الرئيس مشكورا قدم تسهيلات كتير في انك تروح تقدم بصوره البطاقه بس، بتروح تقدم، فدي حاجه كويسه جدا انك تروح. بس بحس الناس على التقديم على التصالح. طيب احنا بس عايزين نذكر الناس بآخر موعد امتى؟ اخر موعد اخر الشهر ده اللي هو 30 10 31 31. 31، تمام، ده آخر حاجة. تمام يا باشمهندس إبراهيم رمضان، طبعا شرفتني ونورتني في برنامج هو المجتمع. اهم طبعا حاجه كان المفروض في مداخلات تليفونية تانية، ولكن طبعا الحلقة النهاردة يعني صغيرة، وطبعا أنا من هنا طبعا بوجه الشكر لإدارة قناة الصحة والجمال ان هي قدرت توفر لنا وقت مميز، اللي هو ان شاء الله هنكون معاكم ان شاء الله من الاسبوع المقبل من الساعه 7 للساعه 8 ان شاء الله. طبعا احنا بنوجه لهم الشكر ان هو طبعا تقدير لينا بالوقت دوت، وان شاء الله ان احنا نحاول ان احنا يكون الهدف بتاعنا واضح لحضراتكم، ان احنا كل اللي يهمنا ان احنا مساعده حضراتكم. بس كنا عايزين ننوه على حاجه، احنا لما بنعرض اي مشكله على الهواء ده اللي احنا بنقدر ان احنا نقوم به من اتجاهنا. بشكر حضراتكم شكرا، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى. بس قبل ما اختم طبعا بشكر المخرج اللي كل مره بنسى ان انا اشكره، محمد كيلاني، اللي دايما وهو معايا في الحلقه بحس ان انا مفيش اي مشاكل بالنسبه لي. شكرا شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.